على الكاميرا اخوان. طيب اوكي علي الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اود اولا ان ارحب مره اخرى لحضور هذا الكم الكبير، هذا العدد الكبير من الدبلوماسيين الاوروبيين والاجانب في دوله فلسطين، ممثلي الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي ومؤسسات الدوليه بالكامل. كما ارحب اخونا ابو جهاد محمود العلول نائب رئيس الحركه، وايضا بعطفه المحافظ، وبالاخ محمد بركه ممثل فلسطيني الداخل او عرب الداخل، وكذلك ارحب بابونا الاب عبد الله. احنا اليوم يا ايها الاخوه والاخوات ننتهز هذه الفرصه اليوم لنستعين باصدقائنا، نستعين بالمجتمع الدولي، نستعين بالقانون الدولي. هل بدي ترجم؟ اوكي. First I would like to thank you all for your presence and for your visit to us and to this location. And also I would like to welcome Mr. Abu Jihad and Mr. Muhammad Barak. Governor Mr. Muhammad Barak for their presence. نعم. ما نريد اليوم بشكل واضح، هدمت حمص أربع مرات خلال ثلاثة شهور، ثلاث مرتين بالأمس، ومرة قبل يوم ثلاثة أيام، ومرة قبل ثلاثة شهور، ولكن في الأربع مرات تم إعادة بناء حمص. إحنا بنقول قرارنا كفلسطينيين واضح، قرار السكان واضح، سنبني كلما هدموا، وتوصيات السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن نبقى هنا. ما هي حمص الفوكة؟ لماذا حمص الفوكة؟ هذه المنطقة هي الجزء الجنوبي من امتداد هذا السهل، سهل البقيعة. ترجم. We afford for rebuilding this community now and tomorrow and all that. هنا تعيش 23 عائلة في كل حمصة. في هذا المكان هدم هذا التجمع وترك يوم أمس كان يوم صعب، يوم مر، برد قارس، ترك السكان يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. مئات الجنود كانوا يهاجمون السكان، يهاجمون الأطفال، مئات الجنود كانوا يهاجمون السكان ويهاجمون الأطفال، ومعهم عمال ينهبون كل شيء، سرقوا كل ما بناه السكان هنا، سرقوا الخيام وخزانات المياه وكذلك لوحات الطاقة الشمسية. هذه ليست أدوات إرهاب، هذه أدوات حياة. سرقوا، لاحقوا الأطفال والنساء وأخرجوهم من الخيام ليهدوا الخيام وحاولوا طردهم من المكان. أنا أوجه هنا تمارس جريمة حرب بالمعنى الإنساني والمعنى القانوني. هنا يدمر كل شيء لسكان مدنيين آمنين. Here is a war crime that targeting everything, the children, the women, men and everything here are attacked and deprived from their basic needs. هنا تنتهك حقوق الإنسان وتنتهك اتفاقيات جنيف الأربعة وتنتهك حقوق المدنيين تحت الاحتلال. And also Geneva Convention statements are all violated throughout these practices. نحن ما نريد أن نوفر الحماية للمدنيين، نطالب المجتمع الدولي وأصدقائنا أن يوفروا الحماية للمدنيين الفلسطينيين في بيوتهم وأراضيهم. We need to provide protection for all the residents inside Homs. نعم. ما أيضا الهدف من الهدم هو ليس الهدم فقط، الهدف سياسي، لا هو هدف أمني ولا هدف تنظيم وجود السكان. الهدف سياسي بحت، يريد تهجير السكان، هذا ليس خافيا. The aim of this demolition is very clear. It's a political issue.
issue, not a security or a protection issue. It's rather than a political issue, and they have targets here to aim and to maintain in order to protect their security and their issues. فاوضوا السكان خلال الفترة الماضية لطردهم لنقلهم بشكل بدون عنف، فوضوهم لنقلهم من هذا المكان إلى مكان آخر، إلا أن صمود السكان ورفضهم هنا قالوا لا لن نرحل، ولذلك توقفت عملية الترحيل. الهدف كان هو التهجير القسري بشكل واضح، الهدم 4 مرات في فترة قصيرة هو تهجير السكان تهجيرا قسريا، وهو مخالف للقانون الدولي والاتفاقيات جنيف. And they try many times to convince people and to let them go peacefully from to outside this community to another location, but the community refused such issue. الآن يستخدمون القوة للتهجير القسري ويستخدمون ذلك كمقدمة لضم الأغوار، وبالتالي ما نريده هو الحفاظ على حقوق حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة، الحفاظ على حل الدولتين، الحفاظ على القدرة على قيام سلام في هذه المنطقة، وليس بقاء الحروب. إسرائيل تريد الحروب ونحن نريد بناء سلام بين دولتين. هذا هو الفرق بيننا وبين دولة الاحتلال. This is an introduction for the annexation project that they are planning to